هنبتدي حرف الصاد الجزء الأول، واحد اثنين، ثم دوران بسيط. لو أن المسافة دي من هنا لهنا 3 نقاط، ثم الجزء هذا نقطة، ثم الجزء الأخير على السطر نقطة. لو أن صاد حاء، أدي الصاد الحاء صاد راء صاد وسطية صاد وسطية مع ياء صاد منتهية هذه كاسة النون. قلنا قبل كده ان الجزء ده اقل من الجزء الاول بنقطة صغيرة او نصف نقطة. نيجي للطاء الف. الطاء اصلا اطول شوية، الفراغ بتاعها مختلف. هنا مسافة من هنا لهنا نقطة، لو عملت طاء ألف منتهية نيجي عند الكاف. أصلا الكاف ألف بتيجي من حركة بتاعت الدال، بننزل بيها كده شوية، حركة كده واحد، حركة كده اثنين، وبعدين نصل الجزء الأول هذا بالألف ونقفل، تدينا كاف ألف أو كاف لام. نفس الحركة وننزل باللام، الجزء ده بينزل نقطتين، أو كاف لام ألف نفس الحركة، لام ألف قلنا الحركة دي 4 نقاط اللي هي الحركة الرابعة. لو قلنا كاف دال الدال بتبقى تحت الكاف. كاف متصلة وسطية
منتهية. هذا الجزء الثاني بتاع الباء مسافة دي 4 نقاط. لو كاف مفردة الهمزة همزة رقعة دي نقطة وذول 4 نقاط. نرجع لاتصال اللام بالحاء. باء حاء. أو باء حاء مفردة. لام ميم اتصال اللام المنتهية.